أيضا شيخنا من أسئلة أحمد من السعودية، يقول إذا دعا الشخص بالمغفرة لنفسه ولوالديه ولجميع المسلمين ثم قال اللهم اغفر لفلان وفلان وبدأ يعين أشخاصا معينين، هل في ذلك حرج أم يكتفي بما دعا به سابقا؟ لا حرج في ذلك، ولكن أيضا يعني أيضا لا ليس الأشبه بالسنة أن يداوم على ذلك. إذا دعا ثم استحضر في قلبه من يدعو له يكفي، النية حقيقة أساس الأعمال، ولو ذكر أسماءهم فلا بأس، هذه ذكرها طائفة من أهل العلم، وإذا خصهم بالدعاء فهو حسن أيضا، أمر طيب. لكن الأشبه بالسنة أنه يفعل ذلك لعارض ولملم ولأمر خاص يمر فيه بعض الأشخاص ونحو ذلك، ولو دعا في كل مرة فلا بأس، إن شاء الله الأمر واسع في هذا. نعم.